منا ومنكم صاحب الأعمال إن شاء الله. عندي كلام بسيط وأحاول أشرحه وأشرحه للناس، اللي هو يا طول العمر عن فوكس. اليوم حطاني ما صليت صلاة الفجر. صلاة الفجر كان عندنا حلاقين وكان في أدوات الحلاقة على وجهي، ولا قدرت أن أصلي في الجماعة وصليت مع الحلاقين. أما صلاة المغرب يا طول العمر كنت أنا وبرحيم والشباب اللي معي كانوا مفطرين عندنا الشيبان. في يوم جيت أرتب الفطور قالوا بنجي نفطر عقب الصلاة. قلت مدى برحيم يا برحيم لن تأخر اثنين، رح أنت وأنا برتب الفطور على ما يجون. وجيت ولحقت معهم الصلوات وكذلك حطوني متأخر. صلاة العشاء أول واحد دخل المسجد أنا، ثاني رجل عبد الله الشهراني وحطوني متأخر. اللي بقوله الربع إني وشي هذا أبرره للناس اللي تعرف عبد الله محمد، سواء أبوه سواء أمه سواء جماعته سواء الناس اللي تحب عبد الله محمد، هذا أول شيء. ثاني حاجة الربع عندي ملاحظة اللي هي فوكس مشخصنينها مع عبد الله محمد. فوكس بشكل عام سعود العتيبي فهد معيان سعيد درعان مشخصنينها بشكل عام مع عبد الله بن محمد. على إيش؟ أول حاجة يا طول العمر إني جبت لي مبادرة لشريحة من المجتمع مفروض إن كلنا نحترمهم وكلنا نحبهم، مضبوط؟ أول حاجة يا طول العمر أنا ماني في حاجة والله لا ثناءهم ولا مدحهم ولا شكرهم، ما أبي شيء ذا، أبي أول شيء رضا الله سبحانه وتعالى، مضبوط؟ ثاني حاجة شفت أول شيء ثناء عقب ما خلصت المبادرة، ثناء مدير القناة زياد الشهري ناصر الحربي الطاقم كله الإعداد بيضروا وجيههم. ثاني حاجة من ناحية الجمهور إن شاء الله أنه راضي علي، وشفتها في فقرة المطبخ فقرة قدوة جاني 3 اتصالات و3 تغريدات بيض الله وجيههم. هذا يدل أن المبادرة مبادرة خير وتستهدف شريحة من المجتمع مفروض أن حنا نحترمهم ونحبهم. فالكلام يا طول العمر أن فوكس مشخصنها مع عبد الله بن محمد. والله يا عيال إذا أنت مشخصنها مع عبد الله محمد، إذا جاب عبد الله محمد موضوع ثري مثل، خاصة حنا نتكلم كلكم تتفقون معي، موضوع ثري مثل ذو الهمم، مضبوط؟ إذا أنت مشخصنا مع عبد الله محمد الموضوع اللي هو يجيبه ذو الهمم، خلاص يا أخوي لا تتكلم عن عبد الله محمد. عبد الله محمد مو في حاجة أنك تتكلم عنه، تكلم عن الأطفال اللي جو. والله أنكم ولا واحد من الثلاثة اللي أنا أقصدهم لا فهد معيان ولا سعود العتيبي ولا سعيد درعان جبر خاطر الأطفال اللي جونا ذاك اليوم، وأنتم كلكم شايفين ابتسامتهم يوم جو دخلوا عليكم، صح ولا لا يا الربع؟ شايفين ابتسامتهم ليش؟ لأن هذه شريحة مفروض حنا نحبهم نعتني فيهم نجبر خواطرهم، صح ولا لا؟ لا جبروا بخواطرهم ولا تكلموا عنهم ولا قالوا أي حاجة. خلاص يا أخوي إذا أنت مشخصنها مع شخص لا تشخصنها مع المواضيع اللي هو جيبها. يعني موضوع ما شفتم طلعوا مقطع ابتسامة الأطفال يوم حنا نلعب معهم السانس مسعود والطفل عبد الرحمن، ما شفنا نزلوا شيء عنهم، مضبوط؟ ليه؟ ترى المنتجع ولا في قصور في العيال كلهم، المنتجع كان في شخص 17 شخص. لما يجيني فوكس يحط ما عنده محتوى إلا 7 أشخاص فهذا غلط. ترى 17 رجال فيهم الخير والبركة. فإذا أنت مشخصنها مع شخص ما، خلاص إذا جاء وقدم موضوع ثري يا أخي إثن على الموضوع. يعني الموضوع هذا اللي كلنا نهتم فيه، شريحة من المجتمع نهتم فيها ومفروض أن حنا نحبها نجبر بخواطرهم. وثاني حاجة سعود العتيبي أنا سمعت أنه مدرس، سعود العتيبي اللي في فوكس سمعت أنه مدرس، جاني كلام في خاطري مع احترامي له والتقدير، قلت كيف مدرس لما يجي إلى الأطفال اللي عنده يجبر بخواطرهم؟ أنت لما تجي لك طفل يعني حزين ولا شيء تجبر بخاطره، والله يجي عمره 30 سنة ولا 40 ما ينسى جبرة الخاطر هذه. فكيف أنت تجبر بخاطر ذو الهمم الناس اللي جونا ذاك اليوم؟ هذه شريحة من المجتمع لما تجبر بخاطره خلاص يعتبر أنك أنت مسوي له شيء يعني مستحيل ينساه في حياته. فأنا أقول والله يا طول العمر أنا لاني في حدث مدحهم ولا ثناءهم ولا شكرهم، الحمد لله أثنى علي زياد وناصر كما قلت، والجمهور شفت في الفقرة أنهم الحمد لله راضين علي، 3 تغريدات و3 اتصالات بيض الله وجيههم. وهذا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، جزاكم الله خير والله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ها؟ أبشر أسعدك وبيض الله وجيهكم طول على الله أعماركم. ألبيه سلطان. يعني والله أنك وصلت شيء كبير وحنا نصنع لهم عذر لعلهم نسوا ولا شيء ولا مرتبين لها يوم ثاني. أنا متأكد أنهم بيشيدون وحنا نشيد من هنا إلى آخر برنامج إنها من أميز المبادرات اللي مرت على برامج الواقع. أنا بالله جعلني ما أبكي دقيقة يا جعلني ما أبكيكم يا الربع صلوا على محمد. والله يا سلطان ما تكلمت في ذا الموضوع، أتكلم عن نفسي، لا والله أتكلم عن الأطفال اللي جونا، أطفال يا الربع والله أنك لو تجبر في خاطره ما ينساك.
مثل ذاك اللي يحب مسعود اقسم بالله انه يقول قدوتي مسعود كان يبكي يقول انا احبه عليه الصلاة والسلام بالله جعلني ما ابكيك ابا هاج وجعل ربي يطول في عمرك يا بعد راسي احب اخويا جعلني ما ابكيك قناه جمهور ذا انت سوي اللي عليك اللي تشوف انه صح انا اشوفهم تدري انا وش اقول انا قصدي الفوكس انهم ظلموا انفسهم حتى قبل لا يظلمون عبد الله والمحتوى اللي هو قدمه ظلموا انفسهم لانهم ما اخوي ما قالوا للاطفال اللي جونا كلام زين ما اجبروا بخواطرهم صح ولا لا انتم شفتوهم انهم اجبروا بخواطرهم لا يا الله لزملائنا على قولتهم اخواننا الكبار اللي ممكن يخطون ممكن نخطي فوق اسلم اللي هو انه ترى الكل فقره معد اللي مسؤول عن المواضيع في الفقره اي فقره كانت المعد يجيبها عبد العزيز عصيمي انا ما ادري من المعد ما ادري يا اخي يا رب الله حط حمد ابي جادل بكل شيء لا اعدل حق انا يطول العمر شوف انا بعدل حق دور الزله انا خابر عارف طب شي دور الزله دور الزله علي كوا علينا كلنا اسمع علينا. في ناس قد مدح سياس ما مدحت الا قلت له سيد هذيك انا ما بهم مدحني يمدح الاطفال يجبر بخاطر ما بمدح حد والله ما فوكس ما بمدح اما سب قله الله انا اقصد قله الله انا اقصد انه قد تكون سقطت سهوا المعد هو اللي يجيب المواضيع للمقدمين المقدمين ترى بس يجي يقول المواضيع اللي عنده بعد راسي كلمه واحده في ناس سووا مبادره فقره طبعا جاء اليوم الثاني عينا فوكس يمدحون فيهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر